مرمى الحرس بوزر حرس نادي بارادو على اليمنى بن ساحة بن ساحة مباشرة له سيناريو مفاجأة بعد مرور 26 دقيقة بن ساحة بيمناه وبهدوء وببساطة مباشرة إلى زاوية 90 ويفتتح عداد الأهداف باب التسجيل هنا على أرضية ملعب عمر حمادي شبيبة بجاية هدف نادي بارادو 0. كذلك المباراة تتلعب على جزئيات، كنا شفنا أنه شبيبة بجاية دخل أحسن في المباراة من فريق نادي بارادو ويشوف ريكومبونسي. نعم معي المدرب المساعد لفريق شبيبة بجاية بن عجون. شفنا بن قدجون امين بالميتا واليسرى العجيبه مباشر نعم بالفعل اوبا با 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 على اكثر من مرحله واي اي اي والهدف التعادل، هدف التعادل نادي بارادو بطريقه مره فيه ثلاثه اربعه وفي الخمسه يسجل، يعني كره واحد ما كان يستنى فيها رغم الضغط رغم كل شيء شوف 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 نادي بارادو يعود من بعيد يعدل النتيجة. اللاعب وحكم اللقاء يندرو منصوري اللاعب منصوري زكريا لاعب نادي بارادو. شاهد بأن الحارس بخوجة أدى كل ما عليه، جبد في المرة الأولى في المرة الثانية في المرة الثالثة وفي المرة الرابعة والمرة الأخيرة الخامسة كما شرط لا تصد ولا ترد. دفاع شبيبة بجاية صمد حيل غاية الدقيقة الأخيرة من اللقاء